أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة وأيضا خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية 29 درجة مئوية كحرارة دنيا، أما المحسوسة 28، الرطوبة حوالي 58% والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام خلال يوم غد. سكاكا 34 إلى 25 درجة مئوية، تبوك 34 إلى 24 درجة مئوية، أما عرعر 33 إلى 24 درجة مئوية. ننتقل الآن غربا إلى المدينة المنورة 41 إلى 29 درجة مئوية، جدة 34 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 42 إلى 30، والطائف زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 20 درجة مئوية، الباحة 28 إلى 21، وجازان 39 إلى 31 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام، طقس حار 43 إلى 30 درجة مئوية، أحوال جوية غير مستقرة في حفر الباطن وزخات من الأمطار 41 إلى 28 درجة مئوية، أما الإحساء طقس شديد الحرارة 47 إلى 31 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس حار 43 إلى 28 درجة مئوية، بريدة أتربة مثارة مع 42 إلى 26 درجة مئوية، وحائل تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 23 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.